السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم من إيفنت اسكندرية، ومعانا ريتال الجميلة عايزين كلنا كده ندعي لها ربنا يشفيها ويعافيها كده ويشوفها عروسة إن شاء الله، واحضر فرحها كده ونقعد نفرح بيك إن شاء الله. ريتال عندها لوكيميا، بتمنى كده من الناس إن هي تدعي لها. يمكن يعني هو طلب بس طلب شديد كده يعني شوية، وكل الناس اللي استفادت من الصفحة وشايف الفيديو ده تدعي ريتال ان ربنا يشفيها ويعافيها كده ويكتب لها الشفاء. خلاص ملاك صغير وجميل، صح يا ريتا؟ مش انت عسل؟ مش انت ملاك جميل؟ صح؟ ريتال طبعا مامتها من الادمن في المثبتون، بتدعمكم في المثبتون، وانا طلبت منها طبعا ان هي نطلع لايف مع ريتال علشان خاطر على الصفحة الرئيسية، وندعي لها كلنا ونقول لها ربنا يشفيكي يا ريتال ويعافيها كده يا رب، ونشوفها عروسة كلنا ان شاء الله بإذن الله. ريتال ممكن تقول لهم ان انتوا تخسوا عشان خاطر تبقى ميزان حسناتهم يكون سبب في شفائك ان شاء الله بإذن الله؟ ممكن تقول لهم خسوا؟ ها؟ ممكن تقول لهم كلمة حلوة؟ طيب قول لهم انا بحبكم، يلا قول لهم انا بحبكم. بس جايبه لك ايه؟ يلا بحبكم. قول لهم تاني بحبكم. وانتوا كمان اسمها ايه؟ اكيد طبعا هي قالت لكم انا بحبكم، فاي حد شاف الفيديو ده يدعي لريتال من قلبه. خلاص هذا الملاك الجميل البريء كده ربنا يشفيه ويعافيه كده يا رب. اتمنى لكم حياه سعيده ان شاء الله من ايفنت اسكندريه. بعد شويه ان شاء الله هنعمل فقره حظك انت وحظك ان شاء الله باذن الله، وعشان خاطر نسعد ناس كتير ان شاء الله باذن الله. معاكم ريتال الملاك خلاص، اللي برضه هندعي لها، وكل واحد هيشوف الفيديو ده هيدعي لها خلاص، ويقعد يعمل تاج للناس عشان تدعي لها ان شاء الله باذن الله. اسعد الله اوقاتكم كل خير، ان شاء الله نلتقي انا وريتال لما تكبر شويه، نطلع فيديو ان شاء الله سوا ان شاء الله باذن الله. شفاك الله وعافيك.